دكتور، عايزة أعرف إيه أهم الأدوات اللي بتستخدمها في مرحلة الإعداد أو في تخطيط الأحمال، وقد إيه بتكون نتائج صحيحة وبتأهل للهدف المطلوب؟ أهم الأدوات أدواتي ولا معلش عامة؟ أكمل السؤال. مثلا بتقعد مع المدير الفني بيبقى عايز يوصل لنتيجة معينة، فأنت بتوصله النتيجة المعينة، ولا أنت عارف أنت عايز توصل لحد فين، ولا أنت اللي بتقوله أنا هوصلك لحد فين؟ بص، هي بتختلف من مخطط أحمال لمخطط أحمال، تمام. والهدف فين وأول ماتش إمتى. كل يناير ما كان الماتش بعيد، تمام، فمخطط الأحمال بيبدع في شغله. يعني فاضل مثلا على بداية البطولة اللي هو اللي هيروحها مثلا، فاضل شهرين أو شهرين ونص، فالمخطط الأحمال قدامه شهرين يوقف الفرقة على رجلها ويخليها كويسة جدا، صحيح. فبيستمتع بقى. فهو كمان اللي بيحدد المدير الفني ويقول له بص، الشهر ده مالكش دعوه بيه، ده بتاعنا. انا هسيب لك النهارده نص ساعه، هسيب لك تلت ساعه، اعمل فيها اللي انت عايزه، ما عدا حاجه معينه، ما عدا ما تعملش جزء دفاعي، ما تعملش جزء هجومي رجلين، بحيث ان انا ايه مثلا ممكن اكون في الوحده شغال كلها على رجلين بس. تمام. فهو مش هيدخل كمان في الهاند بول نشتغل على رجلين. بنفضل بنربط الشغل كده، وانا اللي بحدد له الماتشات الوديه في الفتره الاولانيه بالذات. هتعمل اول ماتش ودي ليك في الفتره كذا، في الفتره كذا كده. فشهر ونص بيبقى بتاعي انا. فكل ما جت بدري، كل ما جت فتره الاعداد كويسه، شهرين مثلا ولا شهرين وشويه، كل ما مخطط الاحمال لا بيبدع بادئين ويوصل من شهر فرقته. 6 ما شاء الله، كان معاكم مساحه يعني. معانا مساحه كانت كويسه جدا طبعا. و اقول لك حاجه من الاخر كده، انا مش هقول لك هنافس ان شاء الله باذن الله دوري وكاس يا رب ان شاء الله ان شاء الله. يا انا رب. انا ادواتي مختلفه، مش مع حد. وفرقتي حاليا الحمد لله كويسه جدا. طيب، عايزه اسالك سؤالين. اول سؤال، انا النهارده ممكن الفرقه تيجي تقول للعيبه انت لا خليكي النهارده مريحه، تبقى حاسس ان اللعيبه دي ممكن تتعرض لاصابه، او ممكن بالنظر بقى بعيدا عن الاجهزه اللي احنا اتكلمنا عنها، انت هتحس ان اللعيبه دي من بدايه تسخينها كده وهي بادئه تجري في التسخين، انت تحس انها محمله بدنيا تقول لها ريحي النهارده؟ بيحصل. بيحصل كتير. اصل فرقه البنات كلها زي بعض. فبيحصل كتير ان انا بشيل جزء من الحمل للاعبه واقول للكابتن خليها تعمل لها نص تمرين النهارده. صحيح. لا، النهارده هتطلع بره التمرين دي وهتجري بس. النهارده لازم الكل يعمل ريكفري. تمام. لازم ينزل تلج، لازم كده. تمام. طبعا ما بجريش كله. يعني. وارد جدا. طيب. والخبره هنا لازم بيبقى لها دور طبعا. طيب، طول الوقت كنا بنسال السؤال ده للمدير الفني، فتره الاعداد مهما كانت ومهما كانت الروح لطيفة والأجواء لطيفة، هي برضو مملة، خلينا متفقين، هي متعبة ومملة لأي لاعب، لأنه بيبقى عايز يدخل في الجزء الخططي، بيبقى عايز التقسيمة، بيبقى عايز الكورة. إزاي بتكسر حاجز الملل ده؟ بص يا نيرة، ده حاجز الملل ده كمان بيبقى ساعات بيجي للمدير الفني يقول لي يا عم غير التمرين. يقول له يا كابتن أنا دلوقتي عندي تمرين التحمل عام جري بس، اغيرها ازاي؟ اصل اللعيب بيزهق من الجري، ما يزهق نيرة، ما هو في الماتش هيزهق من الماتش. لا طبعا. ففي وقت بضغط جامد حتى وهو زهقان، بضغط لان ايه؟ لو ما عملش مش هقف على رجلي. وفي وقت تاني بديله الجزء ده بس بشكل تاني ومن غير ما ياخد باله. صحيح. بنوع له شكل التمرين. دي بتبقى اصلها مرحله انك بتحط حجر الاساس عشان موسم مضغوط. طبعا. بالظبط، مليان بطولات. لو انا ما حطيتش الاساس العمارة خاصة لو هتدخل أكتر من بطولة بقى، وكمان بطولات إفريقية عربية، هتعدي بقى مرحلة البطولات المحلية.